متى بدأت المراقبة عليكم؟ ومن رسمها عليكم؟ من رسمها؟ وهل ساهمت الحوزة في إثارة شيء عليكم باعتباركم الوحيد من عائلة الشهيد بهذه الدرجة العلمية؟ الحقيقة حينما في تلك الليلة حينما أخذ والدي لدفن جسد السيد صلى الله روحه ورجع في حوالي نصف الليل محل الشاهد مو هذا، وجدنا صباحا شخص قريب من الباب يقف عدة أمتار من الباب. لماذا؟ نعرف لماذا، حتى لا تكون هناك صيحة نسائية ورجالية وتعزية وبكاء أو شيء من هذا القبيل. والمحل الشاهد أنه هذا بدء المراقبة ولم يبقى طويلا إلى أن تأكدوا أنه شيء ماكو رحب، ولكنه مع ذلك أنا كنت في تقية مكثفة جدا، لعله أشد تقية من كل العراقيين بالرغم من أنهم كلهم في تقية، ولكنه أنا كنت أشد منهم جميعا. يعني شنو؟ من قبيل أنني مثلا أمشي في الصحن الشريف وأنا مطاطع الرأس وأسبح، حتى أنه شنو ماشي بدرب كلش هذا، حتى مو بالاحتمال بل باليقين، لا يسلم علي أحد ولا يسأل أحوالي أحد ولا أحضر درس أحد ولا يحضر درسي أحد. وهذا الوضع كما هو معلوم حبيبي يضيق على الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي خلي يولي، لكن اللقمة اللي تأكلها يكون تأكلها براحة. على كل حال الله تعالى كان يرزق من بعض القلوب الطيبة، ولكنه ولم يكن يدخل داري سنة كاملة من أشخاص من خارج الأسرة، يعني نقدر نقول بل حتى عدد من الأسرة وإلى الآن هم لا يدخلون داري، كما هو معلوم تعرفوا البلد الذي ساكنين في الكاظمية وأضرابهم، لكنه أكو من يجي قليل من الأسرة يعني، وأما من خارج الأسرة فلا. طبعا في هذا الشارع أيضا راقبوا حوالي 3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، لأن المنطقة فيها معممين، طبعا سيد حسين بحر العلوم وسيد علي البعاد وهنا سيد شنو فلان الحكيم كاسب وعمامته صغيره، واكو اخرين هم ايضا وانا فالمهم على انه صادف او تعمدوا. على كل حال هنا بلايه حكوميه هي بالاصل مدرسه، اتخذوها شنو يعني كدائره للامن امام باب دارنا، وكانوا يضعون كراسي في الرصيف ويجلسون ردحا من النهار يحجون ويضحكون، وهذا هو طبعا شنو النتيجة؟ احنا قاعدين مساكتين حبيبي في تقية 1000% وليس 100%، لذلك هذا الدكان الذي يمنع احيانا اطلع الشيء الوحيد، انا طبعا اشتغل بالبيت كنت وليس الان شغل ثاني أعاون زوجتي، فكان من جملة المهام التي لا تستطيعها النساء أني ألقي القمامة ليلا، فأطلع أشوف هذا الدكان شنو يعني، كأنما منزل الكفين في متر عن الأرض وخالي الضوء أحمر وجهه طالع واحد قاعد بالداخل، يعني موقف رهيب جدا بالرغم من أنه ليس له نتيجة مضرة الآن ولله الحمد، ولكن على كل حال انقضت برحمة ربي بالخير على كل حال. واستمر الحال يعني على هذا، أنا أقول لك يعني طبعا إلى نهاية الحرب الإيرانية، طبعا هو السيد قتل في 80 الميلادية بالضبط، و88 أيضا انتهت الحرب الإيرانية، فهل أنا نجوت من المراقبة؟ ربما هذه المراقبة المركزة لم تكن موجودة في ذلك في 88، ولكنه مع ذلك يعني أنا كنت أحترس، وأحسن طريقة لأجل نجاتي أنه شنو؟ أن لا أغير من أسلوبي شيئا سنة على سنة. وطبعا
جهات حوزوية معينة أكيدا والشيخ يقصدها أكيدا كانت تنفخ في هذه النار أكيدا لأجل إبعاد الناس عني ويكفون شري الحوزوي أكيدا، لأنه إذا كان أنا تقدمت قبضت حقوق أو وزعت رواتب أو سئلت سؤال فقهي أو درست أو نحو ذلك من الأمور، القليل من ذلك شنو؟ حوالي 89-90 كنت أصلي جماعة، هذه جماعة بس مختصرة، أولا ليس فيها عمامة إطلاقا، بعض كسبة النجف يصلوا وراء، وثانيا أنهم يقولون أنها مصيدة، يعني شنو؟ يعني الذي يجي يصلي ترى ما يبات على أهله، هذا هو مصيدة، إنما الحكومة ساكتة عن صلاة الجماعة حتى تشوف أنه من يصلي من ما يصلي، بعد احذروا كيفكم؟ فلذا لم يأتي ولا واحد من الحوزة. يعني يشاع في الحوزة يعني هذا الشيء. ها؟ يشاع في الحوزة. إيه بطبيعة الحال. يعرفوه حتى يعني جملة من الموجودين الآن. وأنا أدري مصدر شنو وهو حوزوي أكيد. فهذا هو. وكنت على هذا إلى أن أغمض السيد الخوي عيناه عيني. ثم انقلبت الصفحة إلى الجانب الآخر. على كل حال تفضل.